مشاهدينا أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوار اليوم. إلى القاهرة جاء نيكولاي تشويكا رئيس وزراء رومانيا يرافقه وفد رفيع المستوى، وأجرى مباحثات موسعة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وشارك الاثنان في اجتماعات منتدى الأعمال المصري الروماني، واتفقا على ترتيبات الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي من المقرر عقدها خلال العام الجاري في العاصمة الرومانية بوخارست. تعود العلاقات المصرية الرومانية إلى أيام الملك فؤاد، فهي قديمة جدا، وكانت هناك علاقات قوية تربط بين الزعيمين السادات وتشاوشيسكو، وكذلك كانت العلاقات قوية في عهد الرئيس عبد الناصر. فالبلدان تربطهما أواصر وثيقة تمتد على مدار العقود الماضية، بما أثر بالإيجاب على المجتمعين المصري والروماني. وشهدت العلاقات خلال الفترة الأخيرة على وجه التحديد دفعة قوية في مختلف القطاعات والمجالات. وستشهد الفترة المقبلة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رومانيا عام 2019 حققت نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، كما شهد تطورات إيجابية. ففي الوقت الذي ترى فيه رومانيا أن مصر أهم شريك اقتصادي لها وعنصر مهم للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، حول العلاقات المصرية الرومانية يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الأستاذ خالد البدري الكاتب الصحفي. برحب بحضرتك معنا. أهلا يا فندم، أهلا وسهلا. أستأذنك قبل أن نبدأ حوارنا نتابع هذا التقرير. تكتسب علاقات مصر برومانيا أهمية خاصة، وذلك للرصيد التاريخي لعلاقات البلدين التي تعود إلى 117 عاما، وأيضا للسياق السياسي والزماني لتلك العلاقات التي ترسخت مع تطور علاقة مصر بدول الكتلة الشرقية سابقا أو دول أوروبا الشرقية خلال العهد السوفيتي، فضلا عن الأهمية الاستراتيجية لهذه العلاقات في الحاضر مع بلوغ حجم التبادل التجاري بين البلدين لأكثر من مليار دولار. رئيس وزراء رومانيا نيكولاي تشويكا خلال زيارته إلى مصر أشاد بالمناقشات الثرية والمتميزة ليس فقط مع نظيره الدكتور مصطفى مدبولي، ولكن أيضا بين وزراء البلدين، والتي ركزت على سبل توطيد العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبوخارست. واستعرضت المباحثات أيضا المزايا التي تتمتع بها مصر في مجالات التصنيع الزراعي وإنتاج الأسمدة والبتروكيماويات وغيرها من السلع والمنتجات التي تقوم بتصديرها إلى السوق الرومانية. وأكد رئيس الوزراء الروماني أيضا على أهمية علاقات البلدين لما يتيحه موقعهما الاستراتيجي من فرص متبادلة، إذ يمكن رومانيا أن تشكل نقطة انطلاق للمنتجات المصرية إلى أسواق دول شرق أوروبا والبلطيق، ويتعزز موقع رومانيا بتعويضها. إذ يمكن لرومانيا أن تشكل نقطة انطلاق للمنتجات المصرية إلى أسواق دول شرق أوروبا والبلطيق. وبالنسبة لرومانيا فإن موقع مصر في قلب العالم العربي كبوابة شمالية للقارة الإفريقية يمكنها أن تصبح ممرا للتجارة الرومانية إلى القارة الإفريقية، باعتبار مصر جزءا من الاتفاقية التجارية الإفريقية، بما يمكنها أن تقوم بإيصال الشركات الرومانية للاستثمار في القارة وإدخالها للسوق الإفريقية. وبشكل عام تشير التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة إلى مساع نشطة لإعادة إحياء وتجديد العلاقات الدبلوماسية مع الدول والمناطق التي يوجد فيها لمصر رصيد معنوي وسياسي. عام 1977، وبينما كان الرئيس الراحل محمد أنور السادات عائدا من طهران على متن الطائرة الرئاسية، كانت هذه الطائرة متوجهة إلى بوخارست عاصمة رومانيا، حيث التقى مع الرئيس الروماني الأسبق نيكولاي تشاوشيسكو. ويذكر الرئيس السادات في كتابه البحث عن الذات أن هذا اللقاء كان مهما جدا في التمهيد لمبادرة السلام، حيث كان تشاوشيسكو أحد الوسطاء الذين مهدوا لهذه المبادرة وللقاء الرئيس محمد أنور السادات برئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحم بيجن، أي كان وسيطا في مرحلة جديدة أفضت إلى اتفاقية كامب ديفيد
وما تلاها من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في عام 1979. الكاتب الصحفي الأستاذ خالد البدري، رومانيا تسعى إلى علاقات أكثر توثيقا ويعني تعاون بينها وبين مصر، هل هذا هو ما تهدف إليه زيارة رئيس الوزراء الروماني للقاهرة، ولا هناك أهداف أخرى لزيارة ربما لا نعلم عنها الكثير؟ في الحقيقة طبعا هي زيارة مهمة لمصر ولرومانيا في ذات الوقت، ولكن قبل أن نتحدث عن هذه الزيارة لابد أن نقول أو نشير إلى الدبلوماسية المصرية، وربما يمكن أن نقول الدبلوماسية المصرية الرئاسية التي ينتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال الزيارات المتعددة والمختلفة لأكثر من دولة إفريقية أو أوروبية أو في دول الاتحاد الأوروبي. التحركات هذه التحركات هي ليها مغزى ومسعى، لأنك أنت تزيد من حجم التبادل التجاري والتعاون الثقافي وحجم الاستثمارات وما إلى ذلك من شتى الأمور المختلفة التي يمكن أن لمصر أن تستفيد منها في علاقتها مع هذه الدول. فبالتالي إذا أنت يعني نظرت إلى الفترة القريبة الماضية تجد أن هناك تحركات مختلفة. الرئيس عبد الفتاح السيسي إذا كان هناك زيارة للهند أو يعني الزيارات المتعددة المختلفة، واستقباله أمس للرئيس يعني كرواتيا وزيارة الرئيس الوزراء الروماني، هذه كلها تأتي في إطار جهود متناسقة ومتبادلة لزيادة حجم الاستثمار. طيب إذا كنا بنتحدث عن رومانيا بشكل خاص، فنجد أن العلاقات الرومانية علاقات وقوية وقديمة، حضرتك أشرت إلى هذا. حجم استثماراتنا ربما لا يتوافق مع الإمكانيات أو علاقات بيننا وبين رومانيا. هناك سعي نحو زيادة هذه الأرقام وهذه الأعداد من الاقتصاد أو من الاستثمارات. الزيارة تأتي أيضا في إطار نحن في حاجة إلى موارد زراعية واستيراد القمح، وبالتالي نحتاج إلى هذه الزيادة، وتم طرح هذا من قبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعرض الأمر بالنسبة لمصر واحتياجاتها وزيادة هذه الاحتياجات. أشار إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين. هناك المنتدى الأعمال أو مجلس الأعمال المصري الروماني، هذا له مغزى مهم جدا، أنه هو استعرض كل مناحي التعاون المختلف بين البلدين والاستفادة من الوضع الروماني أو مكان رومانيا في العالم، وهي دولة من دول الاتحاد الأوروبي ولديها استثمارات ولديها طموح أن تستفيد أيضا من الجانب المصري ومن وضع مصر، خاصة وأن مصر استطاعت أن تعرب للعالم كله عن الخطط التنموية التي تسير فيها بشكل مختلف، ولفتت أنظار الكثير من الدول إلى أهمية ما ينتهجه أو ما تنتهجه السياسة المصرية من تنمية في قناة السويس، من تنمية اقتصادية، من تنمية في شتى المجالات التي تطمح إليها جمهورية مصر العربية. أضف إلى هذا أن أيضا السياسة المصرية تسعى وتؤكد عدم التدخل في شؤون دول بشكل مطلق. نحن نسعى إلى تبادل المصالح المشتركة، نسعى إلى التعاون المشترك، ونسعى إلى الاستفادة بين الدول بشكل أو بآخر لصالح أي بلد مع تتعاون مع مصر. طيب كان زمان في مجالات للتعاون بين مصر ورومانيا، يعني نذكر منها على سبيل المثال السكك الحديدية، حيث كانت هناك القطارات الرومانية التي ما زالت تعمل على خطوط الضواحي في القاهرة والقليوبية، وأيضا خط أبو قير في الإسكندرية وما زالت تعمل حتى الآن. هل هناك المزيد من التعاون سواء في مجال السكك الحديدية أو المجالات الأخرى؟ نعم، تم طرح هذا أيضا في الاجتماع المشترك مع رئيس الوزراء الروماني، وكان التركيز على الجانب الصناعي.
نحن يجب علينا أن نتبنى صناعة، وربما تكون هناك صناعات مشتركة بين البلدين. الصناعة تندرج تحتها كل كل الوسائل، إذا كانت الطرق والسكك الحديدية ومنتجات مختلفة. وتم عرض هذا وعرض إمكانيات مصر لفتح السوق المصري أمام السوق الروماني والاستفادة من التجارب بين البلدين، وربما وهناك تعاون اقتصادي وتعاون صناعي وتعاون عسكري. فلا بد أن يكون هناك يعني تصور واضح. ربما الاجتماعات اللجنة المشتركة دائما ما تكون فيها أكثر تفصيلا وأكثر يعني الغاء الخوض في أمور مشتركة وأرقام محددة لهذا التبادل بشكل مختلف. فربما الاجتماع المرتقب بين الدولتين هيكون فيه بعض الأمور المهمة بشأن زيادة الاستثمار وبشأن الصناعة والزراعة بالتحديد. كانت رومانيا في عهد الرئيس الأسبق نيكولاي تشاوشيسكو دولة شيوعية اشتراكية، ولكن كان لها وضع مستقل نوعا ما عن الكتلة الشرقية بزعامة الاتحاد السوفيتي. هل رومانيا ما زالت يعني تتعامل بهذه الاستقلالية، ولكن هذه المرة عن المعسكر الغربي؟ لأننا نعلم جيدا أن رومانيا أصبحت عضوا في حلف الناتو. نعم، رومانيا تسعى أو تحاول أو تجاهد أو وترصد لنفسها طريق محدد، وربما ليس كالآخرين ولكن لديها رؤى محددة وتنفتح على معظم الدول. وهذه الزيارات وهذه اللقاءات تسعى منها رومانيا إلى يعني إيجاد دور لها أقوى من السابق، وباختلاف ليست هي تسير في نطاق أو في إطار الدول الأخرى، هي لديها. وهذا ما أفاد به رئيس الوزراء، قال نحن دولة لدينا مشاريع ودولة تسعى إلى التعاون مع مصر ومع مختلف الدول، نسعى إلى اللقاءات المشتركة، ليس لدينا حدود في التعاون أو في زيادة الاستثمارات، نحن ننفتح على كل الدول وليس مصر فقط، فلدينا خطة محددة لهذا الأمر. فهناك يعني رؤى رومانية، وهذه الزيارة أستاذ عمرو يعني تشكل رؤية رومانيا لاتجاه مصر بالتحديد. يعني بتبقى العلاقات الاقتصادية في هذا الزمان هي حجر الأساس أو كورنر ستون زي ما بيصف البعض في تدعيم العلاقات بين الدول وبعضها البعض. هل المجالات الاقتصادية المتاحة بين مصر ورومانيا من الممكن أن تقدم جديدا في هذه العلاقات؟ يعني ايه المجالات اللي تقدر رومانيا تفيد بيها مصر، وايه المجالات اللي مصر تقدر تفيد بيها رومانيا؟ احنا بالنسبه لمصر لرومانيا، احنا عندنا دلوقتي مساله الطاقه والطاقه المتجدده، لدينا المجالات في المجالات البتروكيماويات، لدينا في المجالات الطبيه او العلاج او الادويه، لدينا يعني باع طويل في هذا الامر، وهذا يعني مطروح ومعروف. وبالتالي يمكن الاستفادة من مصر أو نحن نورد لهم أو نصدر لهم بعض هذه المواد الطبية والصناعية أو الصناعية، الصناعات الصغيرة وليس الصناعات الثقيلة، وأيضا المواد الطبية والصحية. ولكن هناك على الجانب الآخر أنت يمكن أن تستفيد من رومانيا في التصنيع، يعني يمكن أن يكون هناك الجانب الصناعي ربما جانب مهم. أيضا السياحة، يجب عليك أن تعلم، علينا أن نعلم أن حجم السياحة، نحن نسعى حاليا في زيادة هذه السياحة بشكل أو بآخر إلى مصر. فالتبادل السياحي ووجود أكثر حوالي 61 شركة أو مؤسسة بين رومانيا وبين مصر حضرت ضمن المنتدى أو مجلس منتدى الأعمال، وهذه الشركات ليست في قطاعات مختلفة، صناعة وتجارة وأطوية وطب وطاقة وغاز وكل هذه الأمور. هذه الشركات وجدت لاستعراض ما أو للاطلاع على ما يحدث في مصر وإظهار ما يحدث في رومانيا، والاتفاق على وسائل أو رؤى جديدة يمكن الاستفادة منها وتطوير هذا، خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يمثل عمق العلاقات الوطيدة يعني بينهم. طب هل السائح الروماني بيفضل مصر كوجهة سياحية له، أم أنه يفضل وجهات سياحية أخرى خصوصا في تركيا في روسيا
في أوروبا الغربية يعني بكل ما تزخر به يعني. لا احنا عندنا في مصر عندنا سائح روماني يمكن الاستفادة منه، خاصة ان هم الروماني او حتى الاتحاد السوفيتي وروسيا وهذه الدول تهتم كثيرا بالمناطق الأثرية وبالسياحة التراثية الثقافية طبعا جدا جدا، فيمكن لنا ان نستفيد من هذه العلاقات ومن وهذه المناطق، وان تم ايضا في خلال المؤتمر او المنتدى شرح المناطق التي تطلع المناطق الأثرية الموجودة المتوفرة على أرض مصر، واستقطاب هذه الجاليات الرومانية إلى مصر من خلال يعني كيف يمكن أن تستهدف أو تستقطب أو تستقطب هؤلاء الأشخاص. يجب عليك أن تكون لديك رؤية وخطة سياحية متطورة تهدف إلى جذب هؤلاء الأشخاص بشكل جيد وبأسعار أيضا مناسبة، لأن نحن نحتاج إلى هذه الزيادة بالنسبة للسياحة تحديدا يعني في مصر. طيب هل رومانيا من الممكن أن تكون مصدرا بديلا للقمح؟ لأن احنا عارفين أن الحرب الروسية الأوكرانية عطلت طرق الإمداد والتموين، فهل ممكن رومانيا تقدم القمح لمصر بأسعار جيدة؟ هو كان اللقاء والنقاش حول زيادة نسبة القمح إلى مصر، لكن من حيث الأسعار أعتقد لم يتطرق الحديث إلى هذا، ولكن ما تم التطرق إليه زيادة كميات التي تحتاجها مصر من القمح، خاصة لأن الأزمة الروسية الأوكرانية يعني ربما أثرت على العالم بأكمله، ولكن نحن أيضا لا نرتكن إلى رومانيا فقط بالنسبة لاستيراد القمح، نحن نتحدث مع العديد من الدول بشأنه، ولكن رومانيا هي دولة مؤثرة لدينا ولديها يعني كميات كبيرة من القمح يمكن أن نستوردها، فبالتالي إحنا نسعى لهذا، ولكن ليست رومانيا فقط أن نستورد منها القمح، يعني كل ما دول يمكن لنا أن تساهم لنا في زيادة الأقمح لدينا يمكن أن يتم. طيب هل رومانيا تمتلك التكنولوجيا الزراعية التي تمكننا من تطوير عملية الزراعة والإنتاج الزراعي، ولا هناك دول سبقت رومانيا في هذا المجال ومن الممكن أن نستفيد منها؟ طبعا ما فيش شك ان في دول سبقت رومانيا كتير، لانه يعني في مساله الانتاج الزراعي او في مساله الصناعات يمكن الاستفاده منها يعني، ولكن الحديث عن الاستيراد الزراعي مهم، ولكن الحديث عن التكنولوجيا او الاستفاده من التكنولوجيا الصناعيه الزراعيه التي تستخدم في الزراعه اعتقد يعني لم يتم التطرق إليها بشكل أو بآخر، ولكن اللي تم التطرق أو الاهتمام به الصناعات العسكرية الصناعات التكنولوجية هذا، ولكن بالنسبة لل هل رومانيا تمتلك تكنولوجيا لنقلها إلى مصر؟ تمتلك تكنولوجيا في احنا بنتكلم عن الزراعه ولا بشكل عام؟ ده عموما يعني. طبعا 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 لديها تكنولوجيا طبعا، وخاصه في التقنيات الحديثه والكمبيوتر والمواد التي اللي هي يعني الكمبيوتر والشبكات التكنولوجيه هذا لديها ولدى اصلا العديد من دول العالم يعني هذا الامر، ولكن انا عايز اقول لك حاجه، الاستفاده من نحن يعني السعي حول الاستفاده ليس من دوله واحده، الهند نستفيد منها، رومانيا نستفيد منها، كرواتيا نستفيد منها، كل دولة ليها ميزه معينه، وده المنظومه أو اللي بيحصل ده يعني انت لازم تستشرف ما تفعله او ما تنتهجه السياسه المصريه. يعني النهارده لما الرئيس عبد الفتاح راح الهند دولة كبيرة، ده خمس دولة قارة ودولة متقدمة جدا، دولة نووية ودولة تطلق صواريخ للفضاء وأقمار صناعية من صناعتها، والدولة الأولى في تصدير البرمجيات للعالم كله. طيب، واحنا كنا زمانا ما حد يهزر مع حد يقول له انت فاكرني هندي؟ بالظبط، طب يا ريتني كنت هندي. فبقول لحضرتك هو الفكرة انك انت النهارده لما يتم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في الهند، وهذه قارة وهي خامس أكبر قوة اقتصادية في العالم، وهذا الاستقبال الكبير، إذا نحن لا نستند أن نرتكن لدولة واحدة، نحن لدينا العديد من الدول يتم زيارتها، العديد من الخطى يتم تنفيذها لهدف لصالح مين؟ لصالح الشعب المصري. تمام. طب أنا وصلتني معلومة أن مصر فيها حوالي 100 شركة رومانية بتعمل وبتنتج، في اي المجالات يا استاذنا؟ بص حضرتك هنا الشركات ال 100 شركه الرومانيه اللي موجوده في ارض مصر هي في شركات تكنولوجيا، شركات كمبيوتر،
شركات سياحيه تتعلق بالتنشيط بالسياحه لدي هنا، يعني هم بيجيبوا جروبات سياحيه من عندهم عن طريق الايه المندوبين اللي ليهم في مصر هنا. هو الشركات الاخرى اللي هي تتعلق بالتعليم او دورات تدريبيه وما الى ذلك، في بيعملوا كورسات ودورات تتعلق بالتعليم في شركات. ولكن انا اعتقد ان حجم الشركات يعني رومانيا احنا عندنا 100 شركه، انا شايف ان العدد مش كبير. يعني كده عدد مش كبير طبعا. يعني انت النهارده لو حضرتك شفت الصين هنا قد ايه الشركات الصينيه في ارض مصر، عدد ضخم وعدد كبير، فاحنا نحتاج الى زياده اعداد هذه الشركات، لان هذا استثمار، دي استثمار وبتفيدك، يعني في افاده متبادله. فانا النهارده لما اجيب ازود عدد الشركات يمكن ان يكون لصالح الدوله، لصالح مصر يعني. طب هل في يعني نقول ايه معطيات، او بالنسبه بقى للمساله السياسيه بعيدا عن الاقتصاد يعني وقت محدود، هل في معطيات بتحكم العلاقات السياسيه بيننا وبين رومانيا؟ هل في تشابه في مواقف معينه، ولا الكلام ده محتاج اعاده نظر؟ لا 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 لا، ما هو انت علاقاتك بتحكمك مع الدول لمصلحتك، انت بتشوف مصلحتك، انت عايز مصلحتك. وبالتالي اذا كان مثلا هذه الدول نحن لدينا مشكله في سد النهضه، ولدينا يعني نحتاج الى مسانده عدد كبير من الدول في شرح موقفنا او متأيدنا في هذا الامر، فبالتالي انا بستفيد من هذه العلاقات ان اشرح وجهه نظري، وخاصه في الدول التي لها وزن او ثقل او يمكن ان تؤثر. فهذا امر انت تحتاجه في تحتاجه مصر، اذا كانت رومانيا، اذا كانت الهند، اذا كانت طبعا كان في يعني كرواتيا يعني هي كانت داعم للمصر بشكل واضح في مسألة سد النهضة. فاللي أنا أقصده فيه هناك مغزى سياسي يمكن أن تستفيد منه مصر، ده لا شك في هذا، خاصة أنت بتعرض ما المشاكل اللي أنت تتعرض ليها، بتعرض ما إحنا محتاجين دعم في قضايا ملحة أو بالنسبة لنا مهمة. فده أمر وارد في السياسة بشكل عام يعني. فدائما ما ولذلك ما دائما ما يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي يشرح ابعاد المشاكل المصريه والخطوات التي تتخذ بشكل دون مواربه في كل الدول. فبالتالي انت تحتاج الى هذه الدول لان لها صوت مسموع يعني. هل لنا ان نقيم العلاقات المصريه الرومانيه في العهود الرئاسيه المختلفه؟ يعني مثلا في عصر الرئيس جمال عبد الناصر، في عصر الرئيس انور السادات، ثم في عصر الرئيس حسني مبارك، والآن في عهد الرئيس عبد الفتاح سيسي. طبعا هو كان هناك علاقات، دي علاقات 116 سنة بينك وبين علاقات ممتدة تاريخ يعني بين مصر ورومانيا. كان الرئيس عبد الناصر كان يهتم بهذه المنطقة، وكان يعني الرئيس عبد الناصر كان رجل له بعد قومي وبعد عروبي، يعني كان هناك له علاقات بهذه الدول، وكان يتحدث دائما مع 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 رؤساء الرومان. السادات كان ايضا مع تشاوسيسكو، كانوا اصدقاء هو وتشاوسيسكو. كان في صداقه، وحتى نعم. حزن كثيرا لما حصلت لما تم عمليه الاغتيال يعني. لا ده هو تشاوشيسكو اغتيل بعد وفاه الرئيس السادات بزمن. لا لا لا، مبارك اعتقد كان ليه علاقات ايضا. مبارك كان له علاقات جيده جدا بتشاوشيسكو. كان ليه علاقات. نهايه تشاوشيسكو كانت بشعه يعني، نهايه مؤلمه، ونهايه مؤلمه هو وزوجته. كانت نهايه مؤلمه جدا، ولانها كمان تم يعني اعدامهم على الهواء. على الهواء كانت مؤلمه جدا جدا يعني. نعم. فانا اقصد هناك تاريخ مشترك او تاريخ متتالي ومتوالي، فنحن ربما نحن في هذه الفتره بنستمر او بنضيف بقى على ما تمت من لقاءات مشتركه او لقاءات سابقه او تاريخيه يمكن نستفيد منها حاليا بالنسبه لمصر يعني. طيب يعني الدرس المستفاد من التحول الروماني من الاقتصاد الموجه، الاقتصاد الاشتراكي، إلى الاقتصاد الرأسمالي، ما هي التجربة الرومانية في هذا المجال؟ هو الاتحاد السوفيتي كله كانت هناك زمان، كانت كل المنطقة تهتم بالاشتراكية ونوعية أنواع السياسات الاشتراكية، ولكن النهاردة في هذا الزمن أو في هذه الفترة من الزمن تحولت اغلب الدول الى دول راسماليه وافكار راسماليه، لانها اكتشفت انها تحتاج الى هذا الامر لتنميه شعوبها ولتطويرها ولا تنغلق على ذاتها، يعني لان الانغلاق على الذات مشكله.
فرومانيا وغير رومانيا يعني شعرت أن هذا الزمن وهذا التوقيت لا يستدعي أو لا يستوجب تطبيق هذه السياسات الآن. الآن سياسات انفتاح، سياسات اقتصاد مفتوح، سياسات تسعى إلى تنمية قدرات كل الشعوب، ولكن أنت ستنغلق على ذاتك وتطبق سياسات ربما عفى عليها الزمن وليست يعني. يا دول الشيوعية كلها يعني إما سقط فيها النظام الشيوعي مثل الاتحاد السوفيتي السابق، وإما يعني دول زي الصين تركت الشيوعية الاقتصادية ولكنها ما زالت متمسكة بالشيوعية السياسية والحزب الشيوعي الصيني. أما كوريا الشمالية فيعني الله أعلم بما سيحدث في قادم الأيام. طب أستاذن حضرتك معنا عبر الهاتف سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق والسفير السابق برومانيا. بنرحب بسيادتك سيادة السفير ونسألك عن تجربتك الدبلوماسية في رومانيا. لا، هي أول بلد خدمت فيها في الخارج وكنت أصغر عضو في السفارة لما يعني أكون بعد سكرتير ثاني أو سكرتير أول تقريبا حاجة كده. فذكرياتي فيها طيبة، وبعدين كنا وقتها شباب وبنحب السفر، فأنا قطعت رومانيا دي طولا وعرضا لدرجة أنا اشتريت سيارة. في أول سيارة اشتريتها عملت بها 100,000 كيلو داخل رومانيا، واشتريت سيارة تانية اللي هي عدت بها لمصر يمكن عملت كمان 200,000 كيلو ولا حاجة، أو سوري 20,000 كيلو. فرومانيا الحقيقة محطة كانت مهمة جدا ولا ذكريات لطيفة عندي أنا شخصيا، لأن أنا عندي بنتين، واحدة ولدت وعندها شهادة ميلاد من بوخارست، والتانية الحقيقة صنعت في رومانيا لكن التجميع جاء بقى في اسكندرية. فما زال لدينا ذكريات لطيفة من هذا الشعب. هي رومانيا ذات طبيعة خاصة، ما هياش جوه الكتلة السوفيتية قوي. ما لسه بيقول انها كان ليها بالرغم انها دولة شيوعية في عهد تشاوشيسكو الا انها كانت لها يعني وضعية مستقلة نوعا ما عن الكتلة الشيوعية الشرقية. هي رومانيا انا بديت مع الرئيس جورج ديج ثم كيفو ستويكا اللي الرئيس عبد الناصر عزم وغزار مصر في حينه يمكن 67 او 66 وتشاوشيسكو. تشاوشيسكو كان يمثل جيل الشباب وهو كان ينوي ان هو يعني ينحو برومانيا منح اخر. الرومانيين كلهم شعب يحب يقول ان هو لاتيني مش سلافي. وكلهم كان يعني الجنون الشديد لدي اغلبية الناس عاوزين يشوفوا الخارج، وكان ممنوع السفر للخارج طبعا، فكان اقصى شيء يروحوه يوصلوا لغايه المجر او بالكثير يعني يروحوا يوغوسلافيا. طب سياده السفير، ما هي اوجه التشابه او الاختلاف بيننا وبين رومانيا؟ لا، هو كلانا دوله تسعى للاستقلال وما نكونش منسوبه الى احد. احنا طبعا دوله عدم انحياز بالتاكيد، لكن رومانيا ما كانتش جوه حلف وارسو، ما قابلتش انها تكون جوه الحلف. ويمكن اشبهها ببرضو النزعه الاستقلاليه الفرنسيه تجاه حلف الاطلنطي، فكان برضو ده بيخلق توتر في علاقتها مع الروس. لكن الروس دوله ضخمه جدا وكانوا يعني واثقين من نفسهم، حتى ان سفير روسيا في رومانيا في ذلك الحين قال يعني احنا مش مهتمين قوي بمساله او قلقين من رومانيا، رومانيا يقدر الجيش الروسي يقدر يخش بوخارست 3 مرات في 10 دقائق، يعني افراط في الثقة بالنفس. انما ظلت رومانيا ذات شخصية خاصة، وبالتالي كان صلتها بالامريكان قوية. كل العالم السوفيتي والشرق اوروبي قطع علاقته وقت الحرب باسرائيل الا رومانيا. ثم جاء تشاوشيسكو، والغريب ان هو استغل هذه الصلة بإسرائيل، وكان هو أحد الوسطاء في مبادرة السلام، كان هو أحد الذين ساهموا في اتصالات الرئيس السادات بالطرف الإسرائيلي، حتى تم زيارة الرئيس السادات إلى القدس. فمنذ ذلك الحين، إنما اللي يتميز به الرومانيين هو الكفاءة في التجارة والاقتصاد، وكان عندهم مكتب تجاري في السفارة هنا في القاهرة نشط جدا، وكان لافت النظر انه مش بيدور على ايه اللي تصدره رومانيا، لا كان بيدور على ايه السلع اللي مصر تقدر تصدرها ومش بتصدرها بقدر كافي. لان برضه هو ده نوع من الذكاء الاقتصادي،
انك عشان تصدر ما هو لازم كمان هتاخد فلوسك ازاي. طب فكان بيدور على صادرات مصريه في عصرنا يغطي بيها الصادرات الرومانيه. ما هي في عصرنا الحالي برأي حضرتك المجالات المتاحة للتبادل التجاري بيننا وبين رومانيا؟ كثيرة جدا، وأنا أذكر هي متقدمة صناعية على فكرة، وكنا في من منذ مدة بنحاول نستفيد من إنتاج جرار زراعي مشترك، لأنهم عندهم صناعة الجرارات الزراعية. هي دولة طبعا مستوردة للغذاء طول شهور الشتاء، لأن في الشتاء طبعا في اوروبا ما فيش حد بيزرع بسبب الجليد، واحنا الحمد لله مصر صارت من الدول التي تصدر لاوروبا منتجات زراعيه بشكل من اكبر بلدان العالم، بتصدر الموالح الخضر والفاكهه الى اوروبا ومنها رومانيا ايضا. ثم جد جديد بقى في العلاقات ان احنا لما عقدنا اتفاق المشاركه الاوروبيه سنه 2001 رومانيا دخلت الاتحاد الاوروبي كعضو في سنه 2008، يعني بعد ما عقدنا الاتفاق بسبعه سنوات، وبالتالي تلقائيا اصبحت رومانيا جزء من هذا الاتفاق. يعني معناه ان لدينا اتفاق تجاره حره يشمل مصر ورومانيا، كل صادراتنا وارداتنا منها معفاه من الرسوم الجمركيه ومن اي اعباء او معوقات. ده يتيح الفرصه ان احنا وصلنا اهو لمليار دولار تبادل تجاري او اكثر، لكن انا شخصيا اعتقد انها ممكن تتضاعف عده مرات بسهوله، لان كلا البلدين لديه ما يمكن ان يصدره للبلد الاخر. طيب هنا على النطاق السياسي، ما هي نقاط الالتقاء بين مصر ورومانيا سياسيا؟ ايضا ما هي نقاط الخلاف ان كانت هناك خلافات؟ لا، هو الالتقاء زي ما بقول ان هو عمليه عدم الانحياز. رومانيا ظلت يعني متمسكة باستقلاليتها عن حلف وارسو، لكنها لم تنضم للأطلنطي طبعا، لكنها انضمت للاتحاد الأوروبي، وهو أحد المؤسسات الغربية اللي هي شديدة التمسك بالحرية الاقتصادية. ورومانيا نجحت على طول في الانتقال إلى الاقتصاد الحر غير الموجه، ونجحت في هذا تماما. الحقيقة بيتهيألي بسبب ان الشعب نفسه كان يطالب بهذا وكان يسعى الى اقتصاد حر. ده ما يشبه رومانيا بمصر، علما بان مصر عمرها ما كانت اقتصاد موجه. مصر خدت فترة قصيرة نقدر نقول يعني شجعنا القطاع العام، لكن ما تحولناش ابدا للاقتصاد بالمعنى الحرفي لكلمة اقتصاد موجه او اقتصاد حكومي. سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الاسبق وسفير السابق برومانيا، نشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا عبر الهاتف. برجع لحضرتك أستاذ خالد، يعني في الثماني سنوات الماضية ما هو تقييمك للعلاقات المصرية الرومانية؟ في الثمان سنوات الماضية أعتقد وأعتبر أن التحركات الدبلوماسية المصرية في رومانيا وغير رومانيا، نحن يعني تمكنا خلال هذه الفترة من الزمن أن نلتقي أو نلتقي بالعديد من الدول المختلفة سواء رومانيا أو دول أخرى في أوروبا أو أمريكا أو ألمانيا وفرنسا وما إلى ذلك، وأيضا رومانيا طبعا من ضمن هذه الدول. نحن لأن تعرضنا إلى فترة في مصر إلى انهيار كامل ما قبل 30 يونيو، وبالتالي هذه الفترة التي عقبت هذه الثورة أو 30 يونيو أو ما إلى ذلك، كانت مصر تحتاج إلى مساندة وتحتاج إلى عون سواء كان من رومانيا أو من العديد من الدول، وانتهجت نهج لإعادة بناء الدولة، وهذا الأمر استغرق وقتا طويلا، ولكن الآن بعد هذه الفترة بعد 8 سنوات أعتقد أننا نحظى برؤية ونحظى باستراتيجية لدينا جيدة وصلت إلى العالم الخارجي. وبالتالي هذه الزيارات وهذه اللقاءات تنم عن أن هناك احترام لما تم في مصر، وهناك يعني الفترة هذه الثمان سنوات في عمر زمن فترة قصيرة جدا، ولكن ما تحقق فيها من يكفي من الأمن والاطمئنان أو للمواطن المصري كان هذا أمر مهم. وأشادت الدول الأوروبية
العالم بما سعت لمصر ونقلت هذه النقلة من دولة كانت في يعني في حالة انهيار اقتصادي وانهيار أمني إلى فترة أفضل كثيرا مما سبق. ومن هذا المنطلق ومن هذا الثبات في شكل الدولة أو في الاستراتيجيات الخارجية تسعى الدول إلى زيارة مصر، وطبعا ورومانيا من هذه الدول من ضمن هذه الدول التي تسعى إلى تحقيق تبادل تجاري وعلاقات أقوى بمصر، وتستفيد أيضا من ما تم من نقاط محاربة ومكافحة لظواهر الإرهاب وظواهر التطرف، لأن هذا الإرهاب والتطرف يشمل كل دول العالم وليست مصر فقط. طيب هنا سؤال، يعني رومانيا وكما تفضل سيادة السفير جمال بيومي من الدول التي تحاول طوال تاريخها الحفاظ على درجة ما في استقلالها عن القوى العظمى زي الولايات المتحدة وزي الاتحاد السوفيتي حتى أيام ما كانت دولة شيوعية، هل رومانيا وباقي الدول الأوروبية خصوصا الدول التي لا تميل غالبا إلى السياسة الأمريكية، هل هذه الدول قادرة على الحفاظ على استقلالها النسبي في ظل تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والاستقطاب الحاد بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة؟ طبعا هذه الحرب أو هذه الأزمة الدائرة الآن تؤثر على رومانيا وتؤثر على دول المنطقة، ولكن الرومان لديهم سياسة بتنتهجها رومانيا وهي الاستقلال أو هي الرؤية التي تحتفظ بها لذاتها من سياسيا تحديدا، يعني هي لا تندرج او لا تتبع دول اخرى ولكن هي تحاول، بس هي جزء من الاتحاد الاوروبي طبعا طبعا، وهي جزء من الاتحاد الاوروبي، ولكن هي ليها وجهات نظر وليها رؤيه في 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 موقفها السياسي، وليس معنى انك انت جزء من الاتحاد الاوروبي ان تكون على وتيره واحده من في سياستك، اللي ممكن ان تدلي بدلوك وتشارك وتؤكد انك تحافظ على، تود ان تكون لديك انفتاح، تود ان تكون لديك استثمارات، تود ان تكون منطلق مع العالم. ولذلك رئيس الوزراء الروماني تحدث امس، نحن منفتحين على كل العالم ونحن استثماراتنا لا حدود لها ونسعى الى التبادل بشكل او باخر، هذه سياستنا منفتحه وليست سياسه مغلقه يعني. طب ما هي قراءتك لمستقبل العلاقات المصريه الرومانيه؟ أعتقد بعد هذه الزيارة التي تمت والمناقشات التي حدثت أمس يعني أمس أو أول أمس خلال زيارة رئيس الوزراء الروماني، أعتقد أنها ستنطلق لأفاق جديدة، وأعتقد أن اللجنة المشتركة ستضم أو ستجتمع وتأتي بزيادة حجم الاستثمارات بشكل أو بآخر، سيتم طرح يعني استثمارات اخرى وعرض يعني المنطقه الحره في قناه السويس او قناه السويس والتبادل التجاري والاستفاده من القناه بالنسبه للتصدير. اعتقد انه في هناك امور اخرى كثيره جدا يمكن ان تتم، ولكن يجب ان يكون هناك نظر بعين الاعتبار لتسهيلات، نحن يجب علينا ان نمنح تسهيلات لدول بعينها حتى نتمكن من النهوض بهذه الإرخاءات، وأن زيارات الدول إلينا في مصر مغزاها تبادل ومصالح مشتركة بين الجانبين. فأعتقد نحن نأمل أن تكون هناك هي في نهاية هذا العام أو الاجتماع اللجنة المشتركة، ربما يكون هذا إطار جيد للسعي نحو تطوير العلاقات بشكل أكثر نماء يعني. طب ما هي الصادرات المصرية التي نقوم بتصديرها إلى رومانيا؟ احنا بقول لحضرتك بنصدر حاجات الموالح والبرتقال يعني بخلاف المنتجات الزراعية. المنتجات الزراعية دي هي الأساس، أنا المنتجات الزراعية أساس، ولكن يعني هذه الزراعة والمواد الطبية، المواد الطبية والأدوية لدينا جزء من هناك، هذه أغلب ما يتم تصديره من لرومانيا من مصر يعني. فيعني اكثر الاعتماد على الزراعه اكثر، ولكن يجب علينا ان نزيد بقى في المرحله القادمه نزيد الصادرات، نتعرف على الاحتياجات الملحه للرومان واحتياجاتنا من رومانيا، يجب ان يتم تنويع المصادر التصدير وليست على الزراعه بس فقط يعني.
عموما أنا سعيد جدا بلقاء حضرتك الأستاذ الكاتب الصحفي خالد البدري، نورتنا. شكرا. ويعني الشكر موصول لكم مشاهدينا في كل مكان، نلقاكم دائما على خير إن شاء الله، في أمان الله.